الكبائر معناها جمع كبيرة، وما دام فيه جمع كبيرة يبقى فيه مقابل صغيرة وأصغر، يبقى إذن تحت الكبيرة إيه؟ ما تقولش صغيرة بس، صغيرة وإيه؟ وأصغر من الصغيرة اللي هي اللمم. ما دام الحق يقول إن تجتنبوا الكبائر نكفر عنكم السيئات، السيئات اللي هي إيه؟ منوطة بإيه؟ بالصغير وبالأصغر، بالصغير وبالأصغر. لكن هذه المسألة العلماء وقف فيها العلماء، قال لك احنا معنى ذلك سنغري الناس بإيه؟ ما دام قد اجتنبوا الكبائر أن يفعلوا الصغائر. أم قال لك لا، الإصرار على الصغيرة كبيرة، ما تعملهاش شغلانة بقى، ده احنا عايزين الحاجات اللي فلتت منك كده لأن فيه فرق أن تقع عليك المعصية بدون أن تقدم لها مقدمات، وإنك أنت تقعد أنت تعمل مقدمات عشان تروح للمعصية، مسألة دي غير. ولذلك إنما التوبة على الله للذين يعملون إيه؟ السوء بجهالة مش بترتيب، ثم يتوبون من قريب. وليست التوبة على الله للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن معنى إنك أنت تصر على صغيرة تبقى كبيرة. قال طب والكبائر دي يعني خلاص، وما اجتنبناش الكبائر وحصلت منا لطشة كده خلاص يبقى إيه؟ أم قال لك شوف القضية اللي قالها العلماء، اللي ربنا عملهم هبات لطف وهبات رحم على الخلق، يقول لك إيه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد بالك بقى، ولا صغيرة مع الإصرار. إن خدت دي خد دي، ما تاخدش اللي على كيفك وتسيب اللي مش على كيفك، خدهم الاثنين. يبقى إيه؟ لا كبيرة مع الاستغفار، بس خد قبلها بقى، ولا صغيرة مع الإيه؟ الإصرار. حينما أراد العلماء أن يعرفوا الكبيرة قالوا إيه؟ قال لك الكبيرة ما جاء فيها وعيد من الله، ده بعذاب الآخرة، أو جاء فيها عقوبة كالحد مثلا، دي تبقى اسمها إيه؟ واللي ما جاش فيها دي تبقى تدخل في عداد السيئة اللي هي مغفورة بالكبيرة أو الصغيرة أو الإيه؟ أو الأصغر. ده كلام كويس. جزى الله عنا خيرا آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمرو بن عبيد عالم من علماء البصرة وزاهد من زهادها، الذي قال فيه أحد الخلفاء كلهم يطلب سيط غير عمرو بن عبيد، كل العلماء يمروح هناك يتمحكوا عشان ياخدوا هبات وياخدوا، إلا مين؟ عمرو بن عبيد. كلهم يطلبوا إيه؟ صيد غير عمرو بن عبيد، ده إذن شهد له. طيب هذا العالم أحب أن يعرف مدلول الكبيرة، إنما مش يعرف مدلول الكبيرة بكلام كده علماء، قال أنا عايز أعرفها من نص القرآن، اللي يقول لي على الكبيرة يجيب لي عليها إيه؟ نص من القرآن. فلمن يذهب؟ قالوا دخل عمرو بن عبيد البصري على سيدنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق، سيدنا جعفر الصادق بقى، ومن أولى الناس بأن يسأل، عالم أهل البيت اللي فتش كنوز القرآن وطلع منها الأسرار وعاش في رحاب الفيض، فقال هو ده اللي إيه؟ اللي أسأله. فلما سلم وجلس قرأ قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، ثم سكت. قال له أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق ما أسكتك يا عمرو؟ قال أحب، خدوا بالكم، أن أعرف الكبائر من كتاب الله، يعني ما حدش يقول لي برأي يقول لي دي كبيرة ودي كبيرة، لا عايز أعرفها من مين؟
انظروا إلى الثقة بمعرفة كنوز القرآن. على طول ساعة ما قال له أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله، قال أبو عبد الله: نعم يا عمرو، يعني على خبير بها سقط، يعني جيت للي يعرفها. ثم قال: الشرك بالله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. تاني بيجيب له الأدلة يعني. واليأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يبقى جاب الحكم وجاب دليله ولا لا؟ وأمن مكر الله، لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون الخاسرون. وعقوق الوالدين، لأن الله وصف صاحبهما بأنه جبار شقي، قال الله: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وقتل النفس، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. وقذف المحصنات الغافلات من المؤمنات، من الذين يرمون الايه، واكل الربا، من الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والفرار يوم الزحف، يعني المسلمين هجموا بأعدائهم وزحف المسلمون، فواحد فر كده من الايه. ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله. واكل مال اليتيم، من الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، انما ياكلون في بطونهم ايه، ياكلون في بطونهم نارا. والزنا، ومن يفعل ذلك يلقى أساما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وشهادة الزور وكتمانها، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. واليمين الغموس، اليمين الغموس ده هو أن يحلف إنسان على شيء ماض فعله وهو لم يفعل، أو لم يفعل وهو مش على شيء مستقبل، شيء ماض. للذين يشترون بآيات الله إيه؟ وأيمانهم إيه؟ ثمنا قليلا. والغلول، أن يخون في الغنيمة. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. وشرب الخمر، لأن الله قرنه بالإيه؟ بالوثنية. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إيه؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وترك الصلاة، لأن الله قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. ونقض العهد وقطيعة الرحم، الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. إذن المسائل دي هي الكبائر بنص القرآن.